باسم ميديا برو. تحياتي للجميع من قناة باسم ميديا برو بسلسلة جديدة راح بلش فيها معكم يا شباب ويا صبايا عن الفيجوال افكتس. راح أعمل دروس مهمة مميزة ببرنامجي الفوتوشوب افتر افكتس والبريمير. نعمل أغلب المؤثرات نشوفها بالأفلام أو نشوفها بالأخبار بالقنوات بغيره بالفيديو كليبات. يعني في كتير أمور حقيقة أنا هون بكندا استخدمتها مع شركات راح أعلمكم إياها. يعني هيدا الدروس راح تساعدكم كتير تفهموا البرنامج أكتر وأكتر، وبنفس الوقت كمان يعني راح تساعدكم اللي عم تشتغلوا بالسوق عندكم إنكم تلاقوا هالدروس قدامكم تطبقوها تستخدموها بكل أشغالكم القادمة بمختلف البلاد العربية أو أي مكان عم تتابعوني منه. درس اليوم راح بلش فيه أنا بهالتأثير هذا اللي بتشوفوه كتير كتير أنتو بأغلب فيديوهات بتشوفوها بالكليبات كتير، هيك التأثير الستروكس طالع حوالي الشخص سواء بالتلفزيون أو بفيديو كليبات أو بقنوات يوتيوب مثلا تشرح مختلف الأمور، بتلاقوا هالتأثير الحلو دائما هيك بكتير يعني فيديوهات. فراح نتعلمه، الهدف من التعلم مثل ما قلت لكم راح أعلمكم كتير فلاتر موجودة بالأفتر إفكتس ما بتعرفوها راح تصيروا تعرفوها وتعرفوا فائدتها وفائدة الشغل فيها، وعلى التراكم وعلى كثرة الفيديوهات اللي راح نزلكم إياها راح تصيروا بعد فترة قادرين تعملوا كتير شغلات مميزة بهالبرنامج سواء أفتر إفكتس أو البريمير مثل ما خبرتكم. خلوني نبلش يا شباب يا صبايا بالدرس. راح اجي لهون انا عندي هذا الفيديو هو اساسا جرين سكرين، راح اجي انا اسحبه على الكامب هون مشان يفتح لي هذا الكامب هون مثل ما شايفين. فانا عندي اياه في صوت حكي اذا بشغله هلا. شايفين؟ فانا ما بدي الصوت، بدي اجي عند هالاشارة الساوند هون هيدا وبدي الغيها تمام مشان خلي الفيديو عندي بلا صوت اشتغل فيه على كيفي. هلا اول شغله انا بدي روح فيها السكرين الجرين سكرين، فانا بروح على الافكتس هون بكتب كي شايفين، فانا زدت هلا كي لايت رح يطلع لي من الكين كي لايت 1.2، فانا هذا باخده بسحبه على طبقة الفيديو اللي عندي هون وبجي على السكرين كلر هون مثل ما شايفين، بختار أداة مؤشر اللون اختيار اللون وبضغط أنا على الأخضر شايفين مباشرة روح لي الجرين سكرين مثل ما شايفين هون عندي. أنا هلأ إذا أخذت الخيار هذا شايفين بشوف الخلفية تبعية الكوم، فبشوف أنا مدى الدقة تبعية الشغل اللي عمل لي إياها هذا الفلتر اللي اسمه الكي لايت تمام يا شباب يا صبايا. إذا أنا بدي أشتغل بدقة أكثر مثلا برفع على الفول سكرين لأشوف هون الحواف شايفين فيها شوية أخضر بقيان، فأنا بروح هون شايفين على القنوات هون بختار الألفا، فالألفا بتفرجيني أنا تماما الشغل تبعي كيف، فكله أبيض هذا معناته صافي 100%. الحدود هون شايفين كل ما سويته أبيض أكتر كل ما عملت يعني حواف أقوى وأحسن للسلكت عندي أو للجسم اللي شلت منه أنا الخلفية الخضراء. فأنا ممكن أروح على السكرين مات هون مثلا اجي العب بالبلاك شوي، الوايت هون مثلا نزله شوي شايفين عم تيجي الحواف تصير عندي اقوى. راح ارجع بعدين انا على الشانل سون راح ارجع على الار جي بي، فيني اشوفه مباشره بالار جي بي هون انا اشوف الشغل تبعي. راح ارجع ارفع الوايت طبعا احسن تمام. هلا انا بشكل عام في عندي يعني عده ادوات هون احيانا، هلا هي كشغل بالنسبه لي اذا بعمل فيديو ما راح اضيف عليه التاثير تبعي، فشايفين اداء هذا كتير ممتاز تمام يا شباب يا صبايا. بس انا هلا يمكن على الفيديو تبعي اللي بدي اشتغله انا كيف راح اعمل هالستروك اللي علمتكم اياها، راح اجي على الفيديو تبعي راح اروح بالزر اليمين راح اروح على layer styles اللي مثل ما قلت لكم انا شرحتها بدرس قبل، وكمان اللي بيشتغل فوتوشوب بيعرف اللاير ستايلز، فراح اروح انا اخذ الستروك. شايفين هلا في بعض الفيديوهات انت لو نظفت الخلفيه الخضراء لسبب ما بتضل تعطيك هالشوائب هي حتى لو هي ما انا موجوده يعني يعني ما انا موجوده بالفيديو، يعني احنا نضفنا الفيديو 100% يعني هلا انا اذا بلغي اللاير ستايل هون تمام، انا عم فرجيكم كل الحالات اللي بصير معكم لانه بدي اعلمكم على كمان فلتر ثاني لحتى نظف فيه الخلفيه. يعني مثلا هلا انا اذا بجي مثلا عندي هون راح افتح هون هيك مثلا راح اشوف انا مثلا خليني اجي اخذ هالصوره هون حط لها امبورت، انا بس بدي اجي احطها شايفين بالخلفيه، يعني انا عندي الفيديو كثير نظيف ما في اي مشكله شايفين الفيديو تبعي ما احلاني زلمة عم يحكي والفيديو تبعي خلفية نظيفة، فلسبب ما هو اعطاني هالشي هذا لما انضفت له ستايل.
فما راح يمشي الحال معي هيك، فأنا راح أجي على الفيديو أعلمه تمام، راح أروح على الكي لايت اللي هي نستخدمها بشكل عام دائما بأنه ننظف الفيديوهات، راح أنا هلا ألغيها، راح أجي لهون راح آخذ شيء اسمه لينير تمام، كانت لينير كلر كي، شايفينها هيدا لينير كلر كي، هذا كمان خيار لحتى ننظف فيه الجرين سكرين، ناس ما كتير تشتغل عليه بس انا اشوفه كمان من احسن الخيارات. فبيجي على الكي كلر هون كمان باخذ اداة تحديد اللون، شايفين، فانا نظفت. هلا انا عندي هون الاخضر السبيان عند الحواف البلوزة، فبيجي انا هون عند التوليرانس تسامح بزيله شوي، شايفين كل ما زدته انا، فانا هون عم نقص من الاخضر، هيك صار تمام ممتاز، شايفين. حتى اذا عندي انا شوي شفت انه شوي بالوش يعني رايح زياده، ممكن ارجع فيها شوي نزلها اكثر على 30، فهيك الوضع كويس. هلا صار عندي انا الفيديو عم يتحرك والشاب نضيف تماما الخلفيه الخضراء منه تمام يا شباب يا صبايا. فانا راح اجي على الخيار تبعي مثل ما قلت لكم، راح اروح على اللاير ستايل، راح اجي ستروك هون اخده، فراح اجي هي الطبقه انا خلوني اسميها، عفوا راح اعمل تراجع تمام، راح سمي هي الطبقة بضغط انتر تسميها مين، راح هلا اجي اعمل لها انا دبليكيت تمام، هذا انا راح سميه ستروك تمام، راح سميه لهذا انا ستروك. هلا راح اجي انا هون راح اروح انا على الستروك هون، راح اخذ له خيار الستروك، طبعا انا نسيت احط له اي، راح احط له اي، فانا هلا ضفت له هالطبقة هيدا الستروك الفوقانية، ضفت له ستروك. راح اجي هلا انا على اللاير ستايل هون تمام، راح افتحها، في عندي خيار انا البليندينج مود، اول شيء البليندينج اوبشن بروح عليه، بفتح الادفانس بليندينج، شو بدي اعمل هون؟ بدي اعمل انا اوباسيتي، بدي اعمل فيل اوباسيتي، بدي خليها صفر. يعني انا شو عملت بهالحاله؟ انا عملت للفيديو شلت له الفيل تبعه، ما ضل عندي الا الستروك تبعه. هلا اذا بسكر اللاير هون، خلوني اخفي الطبقه المين تبعيتي، شايفين شو عملت انا؟ انا وقت رحت على اللاير ستايل هون على الادفانس بليندينج حطيت الفيل صفر، فانا ما بقى بشوف هلا الشخص، انا بشوف بس التاثير اللي عملته اللي هو الستروك. فهلا انا بيجي على الستروك مثلا بحطه 20، شايفين هذا عملته 20 انا، خلوني اسكر الطبقه واجي كمان رجع للطبقه التحت، فهي انا عملت اول لون له. طبعا لانه البلوزه حمراء وعملت انا ستروك احمر، فانا بدي اغيره. الشغله الثانيه بدي اجي احط الستروك تحت طبقة ستروك، بدي احطها تحت طبقة هذا الشخص تمام. راح ارجع فوت عليها، راح ارجع فوت على الستروك، خلوني اعمل له انا ازرق اول لون تمام، وهي انا بكون هلا حددت اول لون. راح اجي لهي الطبقة جديد كمان اعمل لها انا كنترول دي، اعمل لها نسخ، راح ارجع فوت عليها من جديد، راح فوت على اللاير ستايل تبعها، راح فوت على الستروك، راح اجي لهون اخذ له لون اخضر تمام، وراح اجي انا اكبره لهلون اخضر اسويه 40، وراح اجي احطه لهاللون الاخضر تحت الستروك الاول تمام. فانا عندي هذا الستروك الازرق 20، هذا 40، فبيجي 40 بمد زياده عنه. هلا هذا الاخضر انا فيني احط مثلا ستروك هون، فيني اسميه جرين تمام، وهذا راح اجي انسخه وراح احطه تحته، راح اجيبه لاخر شيء، راح ارجع لهون اعدله مثلا، راح اسميه ريد تمام. هلا بحط الريد، راح اجي انا افتحه، راح اروح على اللاير ستايل، راح اروح على الستروك، راح اجي لهون مثلا، راح اجي اخذ اداه اختيار اللون، راح اخذ الاحمر، وراح اجي هون حطه مثلا 60 تمام. شايفين يا شباب يا صبايا، هلا انا فيني استمر اعمل قد ما بدي انا ستروك بالفيديو تبعي، قد ما بدي فيني انا. شايفين لو شغلته انا ما احلى، خليني احطه على الهالف عشان ما يتاخر معي. شايفين التاثير هذا كثير بتشوفوه انتم بكثير فيديوهات، يعني بكثير فيديو كليبات اجنبيه كثير بيستخدموا هالتاثير بشكل كثير حلو، يعني حقيقة أنا أشوفه من أحلى التأثيرات على الفيديو لهذا التأثير. ومو بس هيك، نحن فينا نلعب مثلا فيهم التأثيرات مثل ما بدنا، يعني مثلا فيني إجي على السايز مثل ما شايفين، فيني بلش مثلا أول الفيديو إنه اللون الأحمر عندي أنا يكون صفر ستروك الأحمر، فمثلا بعد ما مشي لهون شوي، شايفين هلا أنا بجي مثلا بعمل السايز تبعي هون مثلا، بجي بحطه هلا 60 تمام. فأنا مثلا بجي هلا أول شيء فيديو بلش عندي بلا ستروك أحمر، بعدين ستروك الأحمر طلع هيك، شايفين؟ يعني حتى انا فيني اتحكم بالكي فريم، فيني اجيب الكي فريم لهون هيك تمام، خليني اخده جيبه هون، فانه بيطلع عندي الاحمر فجأة هيك، شايفين؟ وفيني ارجع مثلا لهون، مثلا ارجع انا اذا حبيت مثلا اسويه صفر، شايفين؟ فانت عملت هيك مثلا ممكن عن جملة معينة هو طلع اللون الاحمر وراح هيك، شايفين؟ فيني اعلمهم ثلاثة تون، فيني اضغط الالت مشان اعمل تمديد مسافة بين الكي فريمز.
فمثلا اشوفه كيف صار بيطلع الاحمر هيك بيختفي. طبعا لكل الزهور الثانيه فيني اعمل نفس الشيء لكل الخيارات الثانيه، فتاثير كثير حلو مثل ما شايفين. خلوني هون وروح الكي فريم مشان نكون كلياتهم موجودين. فهلا انت مثلا فين تيجي تحط الخلفيه اللي بدك اياها؟ بما انه انا عندي خلفيه شفافه، انا شلت الخلفيه الخضراء، وهذه الخلفيه هون خلفيه الكومب اللي هي خلفيه عمليا شفافه ما بتطلع بالريندر، فانا لازم اضيف خلفيه من عندي. فراح اجي على السوليد، تمام، راح اضيف اي لون بالسوليد ما بتفرق. راح اجي لهون انا هلا اختار شيء اسمه رامب، جريدينت رامب، تمام، باخده انا بسحبه على الخلفيه اللي عندي هون. هلا مثلا خلوني اجي اخذ اللون الازرق هذا، واجي كمان على الاند اخذ نفس اللون الازرق، بيجي لهون بغير للراديال رامب، وراح اجي اعمل انا اللون الثاني هون راح اعمله افتح، تمام، دقيقة شوي راح اعمله افتح، انا هو جاي هون راح اعمله هيك افتح، وراح اعمل انا سواب كلر، تمام، اعمل لي سواب كلر هيك، وراح اجي اسحب هيدا لهون، وراح اسحب الاند لهون انا عشان اعطي التأثير الجميل. ممكن اجي كمان العب فيها شوي زيادة اخذها هيك عشان اعطي تأثير احلى اسا انا للخلفية. هلا بجي بشوف انا الشغل تبعي، شايفين طبعا انتو قادرين تجوا تحطوا صورة كمان معينة ورا، واذا حبيت انا فيني اضيف تكست مثل ما فرجيتكم مثلا hello every one، تمام، راح اجي انا هلا اخذها هيك راح احطه فوق الكل، تمام، هذا النص تبعي انا كاتبه. فيني روح انا لهون على الافكس مره ثانيه، راح سكر هاي. في شيء هون اسمه الانيميشن بريسيتس يا شباب ويا صبايا، اذا بفتحها انا في عندي انا بريسيتس، في عندي بالبريسيتس هون في عندي تكست، تمام، هذا التكست كل هدول انيميشن للتكست، انيميشن فظيعه. كمان الناس ما بتستخدم الانيميشن او الافكس او البريسيت الموجوده جوا الافتر افكس، بروحوا كتير بجيبوا بلاك انز خارجية. حقيقة هو البلاك انز الخارجية كويسة، بس كمان الافتر افكس التأثيرات الموجودة فيه ما قليلة بالمرة. انا مثلا هاي راح استخدم التراكينج، راح احط اي وحدة فيهم على التكست لنشوف التأثير تبعها، تمام. هلا انا راح شغل التكست تبعي، راح شغل الفيديو، شايفين عملت التأثير هذا هيك. في كتير تأثيرات فيكم تجربوها، بيطلع عندكم كتير تأثيرات حلوة يعني على الفيديو، كل واحد بتعطيكم تأثير شكل. هاي اكستند راحت هيك، فممكن كمان نفوت نحن على الاعدادات تبعيتها بنمص جوا نلعب فيها اذا حبينا يعني، ونغير كله موجود هون بالانيميتر واحد. فالفكرة انه في اعدادات حلوة فينا نستخدمها بالتكست كمان بتعطيكم جمالية. فهذا درسنا اليوم يا شباب ويا صبايا، التأثير هذا الجميل مثل ما شايفين كتير بفيدكم، يعني حاولوا تستخدموه بأمور شغلكم، يعني في كتير فيديوهات ممكن تعملوها للأطفال إلى آخره، أو فيديوهات مصورين أنتو مثل ما قلت لكم تعملوا هالتأثير، تغيروا الخلفية، تحطوا خلفية ما من شغلكم، تعملوا شغلات كتير حلوة يعني. فهذا التأثير يعني أحد الأمور أنا بستخدمها بكندا ومستخدم كتير يعني. فبتمنى تكون وصلت لكم الفكرة، راح أتابع بهالسلسلة معكم، صدقوني راح أعمل لكم فيديوهات بحقكم ما شايفيننا يعني، راح تنبسطوا منها كتير كتير وراح تتطور يعني مهاراتكم سواء بالبريمير أو بالأفتر إفكس بشكل كتير كبير بهالدورة اللي راح أمشي فيها حاليا معكم. من هلا هيك بكون درسنا خلص، من هلا الدرس الجاي بتمنى لكم كل خير وسلامة، يعطيكم ألف عافية، لكم لقاءنا بالدرس القادم، سلامات للجميع.